هذا واحد ما شاء الله تبارك الله عياله متفوقين في المدرسة، كل من تخرج هو الأول على الدفعة، الأول على الدفعة. مدير المدرسة والوكيل والمرشدين قالوا لازم هذا لازم نشوف وش طريقة مع عياله، هل يجيب له مدرس خصوصي، هل ما شاء الله لهم وقت في المراجعة، هل إلى آخره. دقوا عليه إدارة المدرسة، جابوه للمدرسة، يوم جابوا المدرسة هو ما توقع أحد يجيب، يعني عياله كلهم متفوقين ما عندهم مشاكل. فلما جاء قال المدير هون عليك، حنا بس جلسنا وقرينا شفنا عيالك كلهم متفوقين كلهم متفوقين، فأحببنا يعني ننقل تجربتك مع عيالك، وش أنت تسوي؟ تجيبهم مدرس خصوصي؟ هل لهم وقت في المراجعة؟ هل أنت تعطيهم حوافز؟ فتبسم الأب قال لا والله ما بذي كلها. قال وش؟ قال خصصت لهم دعوة بين الأذان والإقامة، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، فخصصت هذا الدعاء لهم لأبنائي مع فعل السبب لا شك. فأين نحن ما بين الأذان والإقامة؟ أنتم يا أصحاب الحاجات أين أنت ما بين الأذان والإقامة؟ دعوة لا ترد.